بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم دروب الهدى. دربنا اليوم يوصلنا إلى عنوان من الأهمية في المكان، ألا وهو أهمية تربية الأبناء. الأبناء الذين جعل الله عز وجل أول مدرسة لهم هي مدرسة الأبوين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بعد مدرسة الأم والأب مدرسة المحيط، وبعد مدرسة المحيط مدرسة الحياة، تلك المدرسة العريضة الطويلة. وخير من يحدثنا عن هذا الموضوع هو الإمام عبد الله والعبد المالك. أهلا وسهلا بك شيخ. في البداية، ما هي التربية وما أهميتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التربية، وصلي وسلم على أبي رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين المربين لجيل هذه الأمة الذين قال الله فيهم فبهداهم اقتده، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. رضي الله عن هؤلاء الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن عائشة، وعن جميع أمهات المؤمنين خديجة، وعن جميع أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، وعلى جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء الصحابة هم الذين رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم بشهادة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم. وبالتالي التربية هي طبعا التهذيب والتقويم. رب الشيء معناها يربيه، فمنه جاء الرب الذي يربي عباده، ورب الدار أي بانيها ومحافظ على شأنها ومقيم على إصلاحها. فالتربية هي الإقامة على إصلاح المنهج أو المناهج على الأصح التي يتعرض لها البشر. ولذلك حتى لا نذهب في مجالات بعيدة، نقول بأن هذه التربية بدأت أول ما بدأت مع آدم، هذا آدم، وبعد آدم يأتي الأنبياء. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، والتربية هي التأديب. آدم طبعا لما خلقه الله عز وجل رباه، علمه، وعلم آدم الأسماء كلها. نعم، وحين عطس آدم قال الحمد لله، قال له يرحمك ربك يا آدم. فهذا آدم رباه الله عز وجل وامتحنه الله عز وجل بتلك الشجرة وما وقع فيها. ولما خلق آدم طبعا سبق في علم الله أن البشر لا بد أن يتألف من اثنين، أنثى وذكر. فلم يخلق الله عز وجل المرأة كما خلق آدم، وإنما خلق المرأة من ضلع آدم. وهذه حكمة أرادها الله عز وجل حتى يكون هناك التئام، وجعل بينهم مودة ورحمة، حتى يكون هناك التئام بين هذا البشر. خلق أمنا حواء من ضلع آدم. نعم، وبالتالي هذه التربية لا بد أن تبدأ بالأبوين. فإذا وجد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان الأبوان قد ربيا تربية صحيحة ورضعا ألبانا صحيحة، فلا بد أن يكون الأبناء كذلك مربون لأنهم في الحقيقة ينشؤون من وسط فيه تربية. نعم، أهمية دور الآباء سنصيره إن شاء الله، لكن نريد أن نعرف أهمية التربية. ما أهمية التربية ونتيجتها على الفرد والمجتمع؟ أهمية التربية أهمية كبيرة جدا، لأن أهمية التربية تتمثل في وجود أو لا وجود. نعم، فالأمم لا تسود ولا تقود إلا بالتربية. ولذلك أي أمة لا تعتني بالتربية الصحيحة السليمة، التي تعتني أولا بالعقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة أولا، أول تربية هي العقيدة الصحيحة على منهاج الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، استشعار أن الله عز وجل يراك. ولذلك هذه التربية الصحيحة التي تجعل الفرد
إيجابي وليس سلبي، تجعل الفرد يخاف الله عز وجل في إدارته، في محيطه، في تجارته، في أبويه، في كل الناس. التربية أولا على العقيدة الصحيحة. ولذلك أي مجتمع ما اعتنى بالتربية فأقم عليه مأتما وعويلا، فهو مجتمع هالك فاسد كما وقع في الحضارة الغربية التي أعلنت إفلاسها. وبالتالي لا بد من التربية الصحيحة. التربية أهميتها هي في الحياة، تعتبر هي كل شيء، هي منهج الحياة. ولذلك التربية هون تعتني باش تعتني بالأخلاق والتعليم والفكر، يعني تسديد الأفكار، وتعتني بكل ما تعنيه الحياة من متطلبات الحياة. هذا هو التربية. نعم. كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية، وكيف خاطب أصحابه وحضهم على تربية أبنائهم تربية؟ أولا نختار نقول قبل أن ندخل في ذلك المجال أن الأبناء تمناهم الأنبياء، وطلب الأنبياء لأبنائهم الخير كله. هذا إبراهيم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإنك أنت العزيز الحكيم. هذا نبي الله يقول هنالك، يقول الله تعالى هنالك دعا زكريا وربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الذرية الطيبة، من لم يقل رب هب لي من لدنك ذرية، لا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فمنهاج محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فافترض أن كل أب سمع هذا الحديث اهتم بتربية أبنائه اقتداء بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون المجتمع؟ هل سيكون فيه اللصوص؟ هل سيكون فيه يعني أبناء الشارع؟ هل سيكون فيه الطائشون؟ هل سيكون فيه السراق؟ هل سيكون فيه يعني لا، سيكون مجتمعا نظيفا عفيفا. لكن المشكلة أننا نسمع الأحاديث ونحفظها لكن لا نقف عندها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بدأت به كل مولود يولد على فطرة الإسلام، هذا ثابت، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم تتدخل أمور أخرى فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن فقضية الأبوان قضية كبيرة جدا. في الأبناء حين ننظر إلى الإسلام وننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يعتني بتربية الأبناء بأخلاقهم بنفسياتهم، حتى أنه يأتيه الحسن والحسين وهو يصلي فيركبان عليه فلا يستعجلهما، حتى إنه جاء في الصحيحين أنه صلى يحمل أمامة بنت زينب لأبي العاص يحملها في صلاة الصبح، إذا ركع وضعها وإذا رفع أخذها، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حتى إنه يأتي الأقرع بن حابس يجلس في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحسن فيقبله فيقول الأقرع وكأنه ينكر هذا الأمر، يقول إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فيقول من لا يرحم لا يرحم. وذات يوم كان معه أحد الصحابة فجاءه ولده فقبله وأجلسه على فخذه، فجاءته ابنته فأجلسها ولم يقبل، يعني أجلسها بجانبه ولم يقبلها ولم يضعها على فخذه، قال ما عدلت بينهما. فمن التربية أن يقع العدل، أهمية، فمن التربية أن يقع العدل بين الأبناء، هذا أمر أساسي، العدل بين الأبناء هذا من أهم أسباب نجاح الأبناء في حياته. حين يكون العدل بينهم لا تشعر البنت أنها مهمشة ولا يشعر الولد أنه مهمش، كل يعطى حقه، حتى إن النبي، وهذه طبعا تربية عظيمة لكنها ناتجة من أبوين عظيمين. ومن بداية التربية طبعا هو اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح. الزوجة لابد، المرأة لابد تختار رجل صالح، ما هو كل رجل عنده المال مثلا أو عنده الجمال أو عنده المنصب وعنده النسب، النسب وما إلى ذلك، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال للرجل لولك ولغيرنا تنكح المرأة لأربعين، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن الدين إذا وجد المال عند يعني ظل سائل، الدين إذا وجد الجمال يزول،
الدين إذا وجد النسب لا يرفع، من بطأ به نسبه لم يسرع به، لم يسرع به، لم بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وبالتالي يبقى الاختيار أولا حتى نجد أبناء صالحين، اختيار أولا اختيار الأولاد الصالحين. نعم. إذا من الركائز المهمة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء العدل بينهم، نعم، مراعاة الحالة النفسية، نعم، أن يختار الإنسان البيئة التي سينشئون فيها من اختيار الزوجة، نعم. هل هناك أسس أخرى علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إهمال تربية البنين جريمة عادت على الآباء بالنكبات. الكثير من الأبناء يظن أنه يكفي فقط أن يعطي رسوما للمدرسة، رسوم يعني مادية يعطيها المدرسة فقط، يقول لهم الشهر ما تهاكوا رسومكم، والله هاكوا رسوم السنة كاملة، ولا يسألوا ماذا يتعلم أبناؤه، لا يحاورهم، لا يجلس معهم، وهذا خطير. يا آباء يا أمهات، أعطونا نقعد مع أولادنا ومع بناتنا نحاورهم، وهي لهي منتي، شوفوا بو ما قط قال له منتو وهي لهي منتي، ولا قط قال له وهي لهي ولي، ولين نرجع للقرآن، هو لك صورات طيبين، هو قرأ على إبراهيم لا يذبح له، ش قال له؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، تمت لا يا بني فهم، ومع ذا أذبحك، أذبحك يا بني يا أخوتي، هذا خلاص الفرق بينهم، فرق شاسع، لكنهم مجمع مع إبراهيم، وإحنا إبراهيم يقول لمولانا في كتاب الله في القرآن لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في العقيدة في الأخلاق، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الصالحين هذه شهادة من رب العالمين. إبراهيم ايش قال له؟ له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الولد قد تربى في أحضان النبوة، ماذا قال؟ ما شاه يختلو ولا خلاه إلى يرقد يذبحه، وهذا قاد يعدله كامل، يغير الله يا ربي نحن اللي مؤامرين باتباعه، يقول إن حاوروا أولادكم حتى لا يتبطل واحد، وهي لا فلان هذا يتواسى هذا يعدل، معناه أنك تحتاج تبطل يسكت، هو أنت عفي عنه يشعر أنه معفى عنه، يغير ترصى لي تبطل هكذا لا يشعر أنك باط ولا أنك متنن، والله باط ولا أنك عندك عليه سطوع، تكونك بوه هذا أنت ما عندك في شيء، هذا عدل مولانا، أعطونا نحاور أولادنا، إني أرى إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. إيش قال الولد؟ قال يا أبتي، يا أبتي شوف بيه اللي قالوا يا بني، شعر بدفء الحنان وعلم على القضية، ما هي من إبراهيم، القضية من رب العالمين، يا أبتي افعل ما تؤمر، الله أكبر، يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي لن أكون إلا عون لك على تطبيق أيوة. ما أمرك الله عز وجل، ما أمرك الله، ما قال له عدل تبغي، قال له فعل ما تؤمر أي ما أمرك الله به، افعل ما تؤمر، ثم طمأنه وهدد يعني هدى أعصابه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله، وهذا إن شاء الله عظيمة جدا، إن شاء الله أي بعون الله وتوفيق الله وبمشيئة الله. هذا ولد صغير يقول هذا الكلام، لأنه إذا كان صغيرا في جسمه في 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 جسمه وفي سنه فإنه صغيرا في معناه، إنه كبير في معناه، كبير معناها في معناه، وكبير في عقيدته، وكبير في همته العالية، كبير عند الله. قال الله فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله أكبر، أسلما بشهادة المولى جل وعلا، أسلم الإبن وأسلم الأب، أسلما، هذا مردود علينا نحن، لاش إياك الأب يحاور ولو، وإياكم والليلود العادي الصنت يعلم، والبنت العادي الصنت ما تقول أنا أبويا بطني وقبوي ما يبطني، ولا يقول الولد أنا أبويا بطني، بوك إلى قاعدة يذبحك كيف إبراهيم، إلى أمر مولانا افترض، ولو لا يأمر به للأوامر القرآنية انتهت القرآن ما تنازل وحي ما تنازل. إذن لابد الأولاد نحاورهم، يا بني وهي لهي ولي، وهي ولي
الله أكبر، كسر هذا الهاجس اللي بينات بينات الآباء والأبناء. فلان يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أي وصى، وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا تمثل، لا ثم الطاعة صاحبهما في الدنيا معروفة. هذا خطاب طبعا الأولاد، الأولاد صاحبوا آباءكم في الدنيا بالبرور لأنهم مؤمنين مسلمين. ثانيا خطاب، احنا خطابنا هون يتوجه للآباء أساسا. مولانا أعطى لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان هذا ايش قال لأولاده؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. أرحمك الله، أول شيء يا بني لا تشرك بالله، عود على بدء. بدأنا موضوعنا هذا بالعقيدة، أول تربية هي التربية على العقيدة الصحيحة، يا بني لا تشرك بالله، هذا هو الأبجديات التربية، التربية على العقيدة الصحيحة. لأن الولد يقعد يخشى الله، يخاف الله، يبقى هو أخته حدهم ما عندهم مشكلة، كلهم آمن. إذا فتحوا التلفزة لا يفتحوا إلا شيء صالح، البوما وفم يغير فم الله عز وجل، بيقول لي مربين علاش مربين عليه. ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما هو في الدنيا يوم القيامة، لأن إن الله بكل شيء عليم. بالتالي حين يربى الأب يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الذنوب ثلاث أنواع، ذنب لا يغفر، وذنب في المشيئة، وذنب لا يترك. جاءهم التالبين في القرآن بالصفة، ذنب لا يغفر، وذنب في المشيئة، وذنب لا يترك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا ذنب لا يترك، يعني لا يغفر وهو الشرك. ولا نعم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا ذنب لا يترك وهو بين العبد والعبد بين لا يغفره الله. نعم. وذنب لا يعني في المشيئة، طبعا الترتيب هو هذا المشيئة. نعم. يغفر لمن يشاء، لا يدعو الله إلا الحق، ولا يقتل نفسا حرم الله إلا الحق، ولا يزنون، هذا في المشيئة، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. لكن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، وذنب الذي لا يترك هو عقوق، هو ظلمك هو للناس، ظلمك للناس. نعم نعم، وعقوق الوالدين يعني ظلمك للناس، هذا خطير لا يترك ابدا. بعض الناس اليوم يظلم وشك انه شيء، وكل اموال الدوله وشك انه خلاص مشى، لا ما مشيت وكلها. بعض الناس اليوم يجوش من الملفات، ينجح ذاك ويخلي ذاك به ما يعرفه، ما يترك، خليه خسر مستقبله خلاص، غير هذا لا يترك. ها ما هو العمك يا غير هذا 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 هذ هذ من هذا المجتمع، هذا لا يترك فقط لانك تعرفه، لا حذاري، هذا لا يترك. الله لا يترك صاحبه أبدا، يقتص منه. دعوة المظلوم لا ترد، يرفعها الله على الغمام ويفتح لها الأبواب. نعم، تربية الأولاد يربى وعلنهم لا يشركون بالله شيئا. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ضرب الله مثالا للشرك خطيرا، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعوذ بالله، لا يدعون مع الله إلها آخر. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم عظيم. يا بني يقول مولي إن الشرك لظلم عظيم. يا بني يقول في الآية الأخرى يا بني أقيم الصلاة، وهي أوامر تربية على الجانب التربوي والروحي. التربوي والروحي. نعم. يؤمرون للصلاة
وهم أبناء سبع سنين يضربون عليها ضربا غير مبرح وهم أبناء عشر سنين. وطبعا حد آمر عنده سبع سنين وقع سبحان الله العبادة هذه بردة جبلية كل حد يتقرب ما يعرف قاعد يتقرب ليش كل حد يبغي يتقرب يا غير العبادة مشروطة بشرط كل عبادة مشروطة بشرط يحرم التلبس بها بدون ما شرط فيها. البنات تشوف البنت تتحابى والله الولد يتحابى إن أنت سجد أنت المولانا يسجد في ذلك حتى يملي يشوف شيوخ يتفاعل معه. عود أنت صالحا كن صالحا يكون ابنائك إن شاء الله تعالى صالحا. صالحنا بارك الله فيكم. إذا نجي إلى أهمية تربية الأبناء من خلال الآباء. عرفنا كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بتربية الأبناء فهما مما استرعى الله عز وجل عليه الناس وهما كذلك امتداد لعمر الإنسان إلى غير ذلك من المسائل المهمة. ما هو دور الأبوين في البيت وهما المدرسة الأولى للأبناء؟ أسمع منكم الإجابة بعد أن نذكر مشاهدين الكرام بأنه بإمكانهم الاتصال على الأرقام التي تظهر على الشاشة. وموضوع حلقتنا هو أهمية تربية الأبناء. نعم شيخ. دور جوهري، دور الأبوين دور جوهري، كل حد يعرف ما يتحد ينكره. ولذلك أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. كم من والدين اللي يخلق لهم ولد كل حد يهنئهم وهم هم مهنئين روسهم وهم يعني يساب خدمة هذا الولد هذه البنت يساب خدمتها حد حسن عليها ما ينسى وحسان عليها. يعني دورهم في التربية صير تعود شنو يعتبر أولا الدعاء. قلت قبيل عنهم أولا يختاروا لنطفكم أيوة يختاروا لنطفكم فإن العرق جساس كما يقال دساس. اختاروا لنطفكم نعم. ثاني اختار الوسط الطيب. لماذا؟ لأن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وبالتالي لا بد لك أن تختار وسط طيب. طيب ذيك معناها يخرص إخوة المرأة يخرصها هي وخرص أخوته وخرص أخواتها يخرص من جهتين من جهة الطيبوبة ومن جهة النسب. يعود أخوته قليلين عند أخو واحد والله عنده أخت واحدة هذا معناه النسل يعود قليل. هذا في العادي يعني في العادي يعني يعود أخوته وحدين أخواته وحدات كذا كذا هذا بإذن الله عز وجل يعاون ذاك. يعود هم اللي طيبين به اللي المرأة تريد أخاها غالبا تريد أخاها اللي يعود أخوه طيبين والوسط طيب بإذن الله عز وجل يعودها طيب. سبحان الله كم مرة قد شفت بو يبطوله أنت من راسك ما تقدر تعدو. كم مرة قلت شيء تبطل ولدها ما قد نعدوه. أنا ما قد نعدوه. أنا أعرف جايك في الطريق ربما أنا أتصادمت هذا وأنت جاي في الطريق ربما أتصادمت هذا. أعطونا الصا نتعاونوا على أولادنا مازالوا صغيرين. البيضان يقولوا كلمة عظيمة يقولوا الشوكة من صقلتها حد. الشوكة حادة منذ البداية. إحنا هم اللي نضيع أولادنا نخسرهم خارجين خطوط حمراء يفعل كذا خلق أمور ما هي ضرورية خلطين فيها حرية. لا تضغط عليهم في البيت ما يحرك حد ولا يتنفس حد. لهم بيت خص بهم يلعبوا فيه والله ساحة خص بهم يلعبوا فيها وجيب لهم الألعاب وجيب لهم كذا. لكن خلقين خطوط حمراء من مقتضيات التربية. مقتضيات التربية فيها ضغط. انت شوف جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشق صدره فيتغير لون النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي فيأتي إلى أصحابه إلى زملائه ثم شوفوا فتعاد راجل يجي جبريل يغطه ثلاث مرات كما في حديث صحيح البخاري غطني حتى بلغ من الجهة. شيخ نأخذ اتصال ثم نعود إلى غط جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وبداية تربية الله عز وجل للنبي. ابنة موسى من نواكشوط السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضلوا. أنا
بنتي موسى الرجاء تنقص عنك التلفزة حتى وتصنتينا من الهاتف، بارك الله فيكم. تفضلي قولي سؤالك. نأسف قطع الخط بنتي موسى، تحاولي يعني تعلي الاتصال وتتصلي بينا وتنقص التلفزة تماما وتصنتينا من الهاتف، ياك يوصلك الصوت يعود واضح، بارك الله فيك. نعم شيخ، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل المرة الأولى، نعم، وغطاه حتى نعم. بلغ من الجد، ثم جاء المرة الثانية وغطاه، هذا نوع من يعني حتى يستعد لهذا الوحي واستقبال هذا الوحي. نعم، حتى على النبي صلى الله عليه وسلم يربي، يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، حتى أن الوحي يوجهه. نعم، عبس وتولى، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما أدرك له الزكاة وإذا كره تنفعه ذكرى. هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا، فماذا يقال لي أنا وماذا يقال لك أنت؟ الأبناء لابد أن، والأبناء ماذا يقال لهم؟ لابد أن نحرص على تربيتهم، ودعاء عارفين علن الثمرة حتى تنضج، هذا سابق الكثير، قبله الكثير، قبله السهر، قبله البذل. بعض النساء ما تجبر المرأة ولا راش، ما قالت طلبني مولانا تريكي عندي أصلح من الله عز وجل. صحيح، هذا موجود. نعم، نأخذ اتصال. لكن أصلح مولانا إلى القدوم ولا ترقد أنت، حاولت أنت تقوم الليل هم مرقدين. بارك الله فيكم. نأخذ اتصال محفوظ من نواكشوط. السلام عليكم. يا مرحبا، تنقص التلفزة وتصنتني من الهاتف، تفضل. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا استاذ محفوظ. بارك الله فيك، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. نعم الشيخ نواصل. نعم، ذكرتم أن من تربية الأبناء هو الكشف، المصارحة في داخل البيت بين الأباء والأبناء، ولعل هذا جر نفس السؤال اللي طرحه حالا. كان المشكلة أنها ما هي قاعدة في نقر البيت عنهم يربوهم، لكن يأخذوا عن البيت، تتلقفهم المدرسة بمناهج ضعيفة، تتلقفهم الشارع بغير ذلك. نعم، الشارع كيف قال هو. إذا بسمح لي، هذه المشكلة بسمح لي تنحل. أنا قلت في البداية على أني لابد كل أب يشعر على أنه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ربي أولاد علماء في عنصرية، ما في ذاك لونك حال والله، لون أحمر والله كذا، والله لونه ولا في الناس كاملة أخوتي من إخوة، يا ربي أولاد على هذا. وإلى جاه ضيف والله شاف خاوف الشارع والله كذا، سلم على أخوك حتى ولا عاد لونه ما واحد، هذا أخوك إنما من إخوة، ما
نربي أولادنا على هذا حتى نعود مجتمع متماسك. ثانيا يحاول على الخطوط الحمراء اللي ذكر هو قضية على الأباء ما إذا يناقشوا قضاياهم ما يناقشهم قدام أولادهم، عدم مناقشة المسائل السلبية والمشاكل البيت أمام الأبناء خط أحمر. نعم العدل بينهم، لأن الخط الأحمر الآخر عدم العدل بين الأبناء، هذا خطير جدا. يشعر إذا اشترى لهذا ينبغي أن يشتري لهذا نفس. نعم إذا قبل هذا ينبغي أن يقبل الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. جاء واحد يقول يا رسول الله مشاهدك أني ولدي هذا أعطيته كذا، قالوا أو أعطي ما نحلت كل أولادك هذا، قالوا لا، قالوا لا تشهدني، اشهد غيري فإني لا أشهد على زور، على 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 يعني جور، لا أشهد على جور، هذا ظلم. هم أولادك كاملين، لماذا تعطي هذا ما أعطيت لذاك؟ ثانيا السب أمام الناس ما ينبغي. ولد لا يتعاقبوا، عاقبوا أنتوا هو أحدكم، ما تعاقبوا قدام الناس، والله قدام القسم، والله في الساحة المدرسية، والله كذا، هذا يأثر في حياته إلى منتهى الأبد. ثانيا تدعيه الله بأحب أسمائه إلي، لأنك تقول يا فليان هذا خط أحمر، أنت ما لك شيء، ما لك لا يتعود شيء، هذا خط أحمر. يأثر على حالته النفسية، يأثر على حالته النفسية بسيكولوجيا خطير، تأثير خطير جدا. وبالتالي يقول له أنت لا يتعود هو كل شيء، أي تعقب تعود إن شاء الله تعالى تقود المجتمع كامل إلى شاطئ النجاة. نعم حتى الولد، بعض الولاد يقول لك كيف أكون نبيا، والله العظيم يطرح هذا السؤال، كيف أكون نبيا؟ ما لك لا يتعود نبيا غير حاول تتبع الأنبياء حتى تحشر مع الأنبياء وحتى تقود الأمم. نعم إذن لا بد نتعاون على تربية الأولاد. كيف قال من الخطوط الحمراء كثرة الدعاء عليهم هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم فتصادفن من الله إجابة، ساعة إجابة فيستجيب لكم. بعض الناس يقول لك دعاء الوالدين مقلوب، ما يحق مقلوبا، لا دعاء أحرمه الوالدين ما يتوسل، الدعاء كله مستجاب، مولانا قال دعوني أستجيب لكم، الله يجيب. دعوتان اللتان لا ترد، دعوة الوالد على ولدي ودعوة المظلوم معناها. نعم. المسافر، هناك دعوات كثيرة، دعوة نعم. المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الصائم عند الفطار. نعم إذن أعطونا نتقى الله عز وجل في ولدنا. العلماء يقولوا يجب، وهذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن إهمال تربية الأولاد جريمة نكرة، وهي الجريمة طبعا نختار نقول عن مولاه دولة يدفع ثمنها في الدنيا ودولة يدفع ثمنها في الآخرة. دولة يدفع ثمنها في الدنيا ما عليهش بر حد يعاونه، ما العكس لا يتم يصرقوا عليه، يتم يهينوا عمره، لا يعودوا يشودوه، لا يعودوا أولاده فاسدين. لكن شو ذلك بعض الناس اللي هو درجته كبير وكذا وأهمل تربية أبنائه، أهمل تربية أبنائه، فكان أبناؤه حسرات حسرات، بدلا من أنهم هما. الله عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. غير المال والبنون، البنون الصالحون، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا دعاء من؟ هذا دعاء عباد الرحمن. إذن لابد نحرص على تربية أولادنا، ومن تربية أولادنا على أن نساهم في تربية جيراننا، أولاد جيراننا. لأن أنت ولدك يمشي عنك لا يقسر جيران، أنت عند الجيران ما قط صحيح. وهذا هو لعل يعود نفس الإجابة على سؤاله، هو قال لعنه ما قاعد رباهم نقر الدار، لكن لين يأخذوا يتلقافهم الشارع، يتلقافهم الجيران، يتلقافهم المدرسة. وهون طبعا أنا مزدت في الأولاد قبل أن يذهبوا إلى الدراسة، ما جيت الأساتذة والمعلمين، ما جيتهم، لأن تربيتهم خطيرة جدا. وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا. يا معلمين ويا مربون عرفوا علينا، يا مربين عودوا عارفينكم، الإنسان يجيب لكم ولده معناها يجيب لكم عمره، يجيب لكم كبده. لا بد تعرفون دوركم عظيم، وسيسألكم الله غدا هل فشيت فيهم الأخلاق الطيبة. نعم شيخ، ناخذ اتصال مانا من نواكشوط. مانا السلام عليكم. مرحبا سيدة، مرحبا ما شاء الله تفضلوا. مرحبا دورا وطاعة الدعاء،
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلى الله صلى الله يصلحك ويصلح حالك. ما شاء الله تبارك الله. نعم دعالك. عندك سؤال آخر؟ بارك الله يوفقك ويصلحك ويهديك ويغنيك. آمين يا رب العالمين. إذن شكرا جزيلا للأخت مانا مناكشوط. نعم شيخ، ذكرتم أن تربية الأبناء يساعد فيها أن تربي أبناء الجيران، حتى إذا ما خرج الطفل من دار أهله يتلقى أناسا قد ربوا قبله. نعم. أيضا تربية الأبناء يساهم فيها كيف قلت الأساتذة، يعني قرايه بصحة. ما إذا هذا هي اللبنة الثانية من التربية؟ اللبنة الثانية من التربية. تربية المدارس. المدارس. مدرسة. نعم. وهون نختار نقول عن تربية ما قبل الطفولة، وهي قضية الروضة. الروضة هذه أيضا تساهم في التربية. ومع هذا ياسر يواجه عن الناس اللي تقوم على الروضة ما تعرف قاعد التربية. إلا شي من السكتات. شي من السكتات وتقزي. إلا يشير وجاب. يعاد فهمش عنده مشراب والله كذا يرقد. ولا بس ما فهمش معطيله، ما فهم مادة علمية معطيال، ما فهم نصايح مضيين، وما فهم. وهذا طبعا بعض الروضات ما هو واقع له، يا غير هو الأقل. أكثر الروضات حسب علمي لا في الحقيقة شو توفوا ما تعرف قاعد شنو قيمته. لكن توف هاك ولدنا حكموهن اللي نجوا. نقزم الشغل. نقزم الشغل. نعم. نأخذ نعم. نأخذ اتصال من نرجع إلى أهمية الروضة والمدرسة. ميمونة السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. نعم يدعو لك إن شاء الله. تمك صوت الفزة. ليه اللي يصاب ويقول لي من الخشوع مثلا وزيد في الدنيا. الله ستر الحي القيم رزقنا الخشوع فصله وزيد في الدنيا وزيد في الدنيا. نعم. محبة الخير والخير. الله يعطيك محبة الخير. الله يرضى عنك. محبة الخير والخير. نعم وصلت الفكرة. عندك سؤال آخر؟ إذا شكرا جزيلا. لين تم ولا كروها. اختار أن نذكر مشاهدي الكرام عن حد من اللي يتصل ينقص التلفزة تماما ويصنتنا من الهاتف يدور يسمع ويعود ذاك أكثر إيجابية. نعم شيخ، ذكرتم قضية أهمية الروضة وأهمية عن الإنسان يلتو إذا أسس روضة أن يؤسس لها جيلا يربي أبناء المسلمين تربية صالحة. مثلا العادة اللي عندنا في المستشفيات، عندنا معناها في الصيدليات، من الصيدلية لا بد يعود فيها طبيب. هذا إيش معدلة الدولة؟ أي صيدلية يعود فيها طبيب، حتى أي روضة يعود فيها مربي. حد قط قرة، حد قط قرة التربية العامة والتربية الخاصة وعلم النفس. ما يعود ولا أنهم عليات وتوه وطيبات حاضنات صبارات ما هم تخنثات كذا، هذا ما هو كافي. يبدو يدفهم حد لا يربي الأبناء ولا يساوي بيناتهم ولا يقعدهم في بلد ولا يرحمهم كاملين ولا يعرف أن هذه لا صالحهم، هم صالحين لأهلهم، صالحين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. هذا هو الحق. صفحات بيضاء بدلا من تبطيه والله تبطيها انصحيه نصحيه وجه وهي لا يولي وهي لا قعدهم. هذه كلمة مهمة جدا. هاي لا يولي لا تدايقوا انتم اخوت، انتم مسلمين، انتم مسلمين، انتم مسلمون. هذا يسمع. نعم شيخ، ناخذ اخر اتصال ولم يبقى لنا الكثير من الوقت. ناخذ ام الخير من وادي بو. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تفضلي. السلام. السلام السلام. ما شاء الله. تفضلي يوم الخير. قلبي ما قلبي ولا ندعي ولا نال. الله يصلحك ويهديك وعافينا وعافيك. قلت لك. ندور رقم يقول يعني واحد يسول على ما يسول على ما مستني. يدور يعطوها لك إن شاء الله هذا. الاستوديو تتصل بعد البرنامج ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. من خير قلوبنا وقلوبكم. امين يا رب العالمين.
نعم شيخ، ذكرت أهمية الروضة، بقيت لنا 4 دقائق نختار نعرف شنو هي المسألة الناجعة اللي تجعل الأبناء إذا خرجوا من عند المنزل وعادين أي بيئة أخرى، سواء كانت بيئة مدرسة أو بيئة الجيران أو بيئة أي بيئة، ما وجدوا يبعد عندهم من المصارحة المكاشفة أصلا مع والديهم، إلين يقولوا ذا اللي جبره كامل، فيصحح الآباء الغلطة ويشجعونهم على ما أخذوا من الخير إذا وتعاطوا كان معه. الآباء دائما يصححون الغلط ويشجعون الأبناء لابد أن يقع هذا. سؤالك قبله يعني يرد بعضه على بعض. نعم. المشكلة اليوم هي أن الأب مشغول والأم يعني واحدة أيضا مشغولة ذاتية أخرى. الأبناء يجوا وقد لا يجدون أمامهم أبا ولا أما، ولا جبروا حد قدامهم، لا يعود تعبان منهم ويختارهم تفوز زاد اللي قفلت المدرسة، ويا ربي لا عاقبنا على تقفل المدرسة كانكم توحلوا عنا، لا هذه أمانة في أعناقنا، لا يفوتش المدرسة يا تنفوتوا، مشتاقين لنا نشوفوهم لنا نربوهم لنا نحتضنوهم، يلطنا لدفاترهم كي نجيبوا دفاترهم وهؤلاء نسقوهم ووكلوهم يا غير نخرصوا يرجعوا دفاترهم شنو اليوم شو جبرتوا وش سمعتوا، هذا مهم عندهم نقاشهم فيما وجدوا وفيما سمعوا وفيما درسوا، هذا من بداية التعليم الابتدائي حتى يعني أعلى مراتب التعليم، لأنك تشوف الواحد اليوم ما قطش أبدا للمدرسة الابتدائية ولا الإعدادي ولا الثانوي ولا حتى الجامعة، يسوي يسوي شنو عن هو ابنه. هذا شنو بنتي هذه من كانت تقرأ، يعطي يجي إدارة الجامعة يسوي لها، يجي إدارة التعليم الثانوي يسوي لها، يجي إدارة التعليم الابتدائي يسوي لها، ولدي شنو شو مواسي بنتي من كانت تطلع قاع، لأنك تسمع قصص من الثانويات ومن هذا تروع تخلع، البنت تطلع من عندها لأن قيس التعليم وهي ما قيس التعليم، فإذا بقي 10 دقائق 20 دقيقة ترجع إلى القسم حتى يجدها أبوها أمام المدرسة. أمامه أمام المدرسة واقف، وبالتالي هذه قصص يعني مبكية محزنة جدا، وبالتالي لا بد أن نعرفون اليوم وإحنا الآن بداية تفتيح المدارس في مسؤولية كبيرة جدا، أن تعود هذه السنة إن شاء الله السنة متميزة في الجلوس مع أبنائنا في نقاشهم في حوارهم، أولادي اسمحوا لي أنا كنت واحد عنكم غير ضرك، سبحان الله أحد الدكاترة صلى الله يحفظه يقول سمعت بعض يقول أن حد له يستثمر في أولاده، استثمار في الأولاد، بعض سخف أنه يعطي يعني سخي أن متطلبات ينفق في ينفق في اللوكين أنواع الخير. والشراب وفي نعم. وفي وفي يعني المدرسة وهذا غير ما وسخي في وقته، هم يختاروا يشوفوك تروح تقعد معاهم وتحاورهم، وهاي اللي هي ولي انتم جاكم اليوم نشوف كرنك، من تشوفوا من طلب عارف انه لباس، من تشوفوا يقول لك اح ما جانا شو اليوم ما جاش كذا، والاستاذ ما مشي خلاص كان جاي يقعد هو ولي ما جاي، لا تصدقوا غير ما لا تكذبوا عدلوا اللي عدلوا البيضان قاعد لك زانه استاذنا ما جاي، طيب لكن دور نشوفه مش انت خرصت، لا تصب لعناتك على الاستاذ قيس المدرسه خلاص كان الاستاذ جاي. نعم شيخ، كلمه اخيره نصيحة في دقيقة للمشاهدين الكرام حول أهمية تربية الأبناء. نختار نقول لأن إهمال تربية البنين جريمة، هذه جريمة عادت على الأبناء على الآباء بالنكبات، وبالتالي لابد لكل أب ولكل ابن لكل أب وكل أم عدوا عارفين على أنهم لين ربوا أولادهم إلى ماتوا أراهم لا يقولوا لأولاد عاقبهم ربي اغفر لي ولوالدي، لا يطلب لهم ولان ربي بهم يرحمهما كما ربياني يعني صغيرا، ويقول ربي ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا، وبالتالي كانوا بعض السلف الصالح اللي يموت حد يقول هل هو من دار كانوا مات والله ما مات، يقول هو فات يقول من دار كانوا خلف والله ما خلف، حد خلف ما مات به اللي خلى اولاده ما امتداد مدد لا يتم يطلب لهم ولا يتم يصدق ويصدق عنه لا يتم يستغفر له، وتعرف كان تعرف ما عارفه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من 3 منهم ولد صالح يدعو له غير ولد صالح، حتى بنت صالحه تدعو له، وهون أهم شيء في صلاح الأولاد، أهم قضية في صلاح الأولاد الجلوس معاهم ونصيحتهم وحتى التعلم منهم، التعلم منهم، وهي لا يقولي أنا ما قريت غير وهي لا قريني، وهي لا يقولي أنت لا تعود تبارك الله كذا ولا تعود كذا ولا تعود كذا، سبحان الله أنت خلاص صار كل العظماء ذاك الموجودين ولا كلهم كانت أمه تقول له يعود كذا والله خالته تقول له يعود كذا، فلا بد أن نقعد مع أولادنا يا أخوتي ونحاورهم، وإذا عندنا كنا متضايقين معاهم نصطلح معاهم، عارف انك اللي ما تعطي عنايه لمناتك يدور يصاحبوا مع اهل الشارع ويدور يسمعوا كلام ذاك اللي يقول انت الله هي الخالقه به اللي انت ما جبرتك،
اللي ما تقعد معه ولا قلت صاحب تقول لي ولي انت لا تقول كاي دوري شي قيسة لا صاحب ذاك اللي يجبره يا وني ويعاقه انت ما قطع عن قتله قلت له يا وني تحش له الحش قاعد الحش المعيز والحش الحيوان يعني. شكرا جزيلا الإمام عبد الله عبد الملك، نشكرك على هذه الإجابات الشافية والكافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك. وأنتم مشاهدين الكرام إلى حلقة قادمة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.